قبل ما ابتدي الحلقه وقبل ما اعرض كل الاحتفالات اللي موجوده في كل حته في العالم، عايز اتكلم معاكم بسرعه هو ايه الكريسماس، عشان في لغط كتير حصل ونحتفل بيه وما نحتفلش بيه. الكريسماس هو عيد ميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر طبعا للكنيسه الغربيه للكاثوليك والروم اللي موجودين في اوروبا وفي الولايات المتحده الامريكيه ودول كتيره من العالم. اما الكريسماس الارثوذكسي المصري فهو يوم 7 يناير. الكريسماس ايف هي الليله السابقه ليوم الميلاد اللي هي بتبقى 24 بالليل، يوم 24 بالليل ليله 25 بيتم الاحتفال بيها، او يوم 6 طبعا للكنيسه الشرقيه او الكنيسه المصريه الارثوذكسيه. كده ده الكريسماس. فكره بقى نحتفل ولا ما نحتفلش بالكريسماس من منطلق انساني بحت. اذا كنت انت مضغوط نفسيا او عندك ظروف صعبه، ايه العيب ان انت يبقى اي فرصه تيجي لك تحتفل بيها وتنبسط؟ بنقول دايما العمر قصير، ليه لما يجي لنا فرصه نحتفل ما بنحتفلش؟ نحتفل نتبسط، حاجه الناس بتتبسط بيها سواء كانت من طباعنا الشرقيه او المصريه او غير المصريه عادي. اما من منطلق ديني سواء احنا مسلمين او مسيحيين فالمسيحيين بيحتفلوا بالكريسماس، اما المسلمين فاحنا بنعترف بوجود المسيح عيسى ابن مريم ونحتفل بميلاده زي ما بنحتفل بميلاد محمد بن عبد الله رسولنا الكريم، فنحتفل بيه. أما إذا أنت شايف أن احنا ما ينفعش نحتفل بأعياد ميلاد الرسل زي عيسى وموسى ومحمد، فيا سيدي لكم دينكم ولي ديني، خلي الناس تنبسط، بلاش نقف عند الحتت الصغيرة دي ونقول احنا بنحتفل بحاجات. أصل الهالوين مش مصري، أصل الكريسمس مش مصري، لو احتفلنا بالكريسمس نحتفل بالكريسمس بتاع 6 و7 يناير، ما نحتفلش ب25. الناس عايزة تنبسط والناس بتتبسط وفي روح لطيفة ما بين الناس، ايه المشكلة ان احنا يبقى في حاجة لطيفة وود ما بيننا وما بين بعض؟ احتفلوا انبسطوا، العمر قصير وكمان فرصة في أوقات الناس تكون فيها متضايقة إنها تنبسط، سواء بقى في الكريسماس، في رأس السنة، في الهالوين، في عاشورة، في ليلة النص من شعبان، في صيام العذراء، كلها أعياد سواء كانت دينية أو اجتماعية أو أصلها فرعوني زي شم النسيم، أدينا بنحتفل وبنتبسط، الموضوع مش فارق، انبسطوا يا جماعة.